صباح الخير بلاكمان, أنا ماري وده البلايز بولتن. تبرعات الدم يوم نوفمبر 22 في الأوكس جيم من الساعة 8 للساعة 2. أي حد من سن 16 ل 18 ينفع تتبرع دم. روحوا شوفوا دكتور جونز في E13 لو عندكم أي أسئلة, أو هيكون في ترابيز للساين أبس في اللانش. لو هتتبرعوا دم كله واشربوا قبليها. رسلينج الجيرلز والبويز باسكتبول هيلعبوا أول لعبة في بلاكمان على December 3rd, my beach. I guess it's title shocker November 25th to 29th. Have a great day and go Blaze.